انا بحبك قوي. وانا كمان تفضلي يا استكولي يا حبيبتي. اقعدي تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الفل يا غالي. ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا غالي؟ مين دي؟ مين؟ امي. امي يا غالي. كمان امك يعني؟ ما تبصلهاش بصه وحشه بالله عليك عشان بس عشان انا غشيم. يا سامبو اللي انا بعملها احلى منك بجد؟ اه. ما تبصش لامي كده لو سمحت. مين؟ ما تبصش لامي بالطريقه دي. انا اقعد لك بقى وشي في وشي كده عشان اعرف اتكلم معاك. تعالى اتفضل. انت امي حبيبتي. عسل يا امي والله. ازاي كده يا ست بتعملي ايه بس؟ ما تطردزيش هي في الدنيا قدام منك. هي ايه؟ اللي انا بعملها احلى والله يا صاحبي. انا امي ست الكل بتعمل احلى اكل في البيت. يا عم على دماغي من كل يوم الترابيزات وراك هي تقعد كل. كل يا حبيبتي. كل يا حبيبتي. الف هنا يا امي. تسلم يا حبيبي. شكرا ده حبيبي. شكرا. انتوا مجانين يا غالي. في ايه؟ انتوا مجانين. صدق بس هدوق هدوق. اللي انا بعملها احلى ولا ايه؟ انا بغني لها اغنيه بتحبها قوي برضك. اللي انا بعملها برضه؟ اه والله. اه ست الكل. اتفضل يا غالي كل. يا عمي ما الترابيزات هنا تقعد. مستني الاكل بتاعي بس. الاضاءه هنا بتضرب في وشي فوق. انت بتعملي انت كمان؟ ما تمسكش ايد امي كده يا عم. هدوء ايد امي. اتكلم معايا راجل لراجل. بس الترابيزات هنا قدام منك لما تقعد. طب اتفضل يا غالي. انا هقعد مش هعمل حاجه. ازيك؟ ازيك يا خالد؟ اهلا حبيبي يا ابو الصحاب. هو ده المطعم. لسه بكلمك على التليفون يا صاحبي. ايوه انا جيت اهو. اتفضل يا اخويا. حبيبي يا اخويا. اتفضل. ازيك يا ماما؟ اتفضل يا حبيبي. انا هعمل معاك الصحنه. لا ما تاكلش صحنه. اطلع هيدي بقى كده اقعد مكاني وانا واسيبك. او انا باكي ساعه مكانك؟ ده ولا انا بعمله احلى؟ لا انت بتعملي احلى يا ماما طبعا. ماشي بقول لك ايه. طب اتفضل يا غالي. اتفضل اقعد هنا. بس كده. انت مين؟ مين دي؟ انت مين انت؟ ده احنا قاعدين بس مكان مستنيين الاكل ينزل. انا محترمك عشان خاطر امك. لو سمحت ما تمسكش ايدها. امي. مين ده؟ يعني امك. امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري. في ايه؟ في ايه؟ انت مجنون يا ابني. فهمني اللي حصل. امي لحد اخر يوم في عمري. انا بعد كده انا عايز افهم بس مين ده؟ انت جاي تقعد مكاني وتقول لي مين ده؟ ده عمي. اتفضل اقعد بس. ده ابن عمي وجاي له. عشان انت ضايقتني. ابتديت تضايقني. عندك الترابيزه اهي. قول يا ماما. قول قول يا ماما. اتفضل اقعد بس. اعمل لك ايه؟ قول يا ماما. قول. احنا يا صاحبي بص انت بتعملي ايه عندك انت؟ مش احنا ناس فلاحه على قد حالنا؟ هو اكلك ده احمد ده منك. اكلك ده بس كده اهو. لا اكلك. بص يا صاحبي بص اقعد زي ما انت. انا مش هاكل لحد ما مدير المطعم يجي. اتفضل يا فندم مفيش مشكله. اتفضل. هي ابن عمي ما تيجي بس خليك قاعد. اتفضل. هيدوبوا بس حاجه بسيطه كده. ده احنا عندنا في الفلاحين اهل الكرم. انتوا مجانين. اتفضل يا غالي. والله ضيق قوي. اتفضل بقى يا غالي. اتفضل. ايه امي؟ ايه بلا زي امك. قولي الطحينه امي بتقوليها كده. ادوقها. انا بتقوليها هنا جميله قبل كده قوي. جبت خالتي قبل كده هنا. حلوه؟ حلوه. حلوه؟ والله يديك الصحه. انا اعمل ايه بقى كده؟ حلوه. مين اللي حاسب عليك؟ جميله قوي. جميله قوي. ما تخلكش بخيل. مين اللي حاسب عليك؟ خليك راجل كبير. فين مدير المطعم؟ هنزل اجيب لك مدير المطعم. انت مين انت عشان تجيبولي اصلا؟ هنزل اجيب لك مدير مطعم. لا كل. مش انت عايز مدير مطعم؟ انت ايه دي؟ هنزل اكلمه وانزل اشتكي له. هنزل اشتكي لمدير المطعم اقول له انا دخلت مطعم وبيكلموني باسلوب وحش مع ان انا عميل هنا وزبون هنا من زمان. ايوه ايوه صح. احنا بنيجي هنا كتير. صح. ربنا يخليك يا ابني. خليك حبيبي حبيبي حبيبي. الواد السيد اهو سيد الفلاح. وحشت ولا انت ولا ولا وحشت يا سيد. هلا والله اخبارك. هنزل اجيب لك مدير مطعم اشتكي له بقى. انا عايز المدير اللي هنا. انا عايز المدير. حلو قوي حلو قوي. كلي كلي. ما تقعد يا اخ. اقعد اقعد. كل كده وشمر كده. شمر وكل. اقعد اقعد. عيش وسمك وعيش وملح. هو ايه اللي حصل؟ اقعد. هو ايه اللي حصل؟ مش عارف. في ايه؟ مش عايز ناكل. عايز ناكل ليه؟ وفي ايه؟ انتوا مجانين؟ انتوا مجانين؟ هو ايه اللي حصل؟ انتوا مجانين؟ كل كل. طب دوقت خد كده خد كده خد كده. بسم الله بسم الله. كل هذا وقت الطحينه بتاعتي. قولي بسم الله. البسك انا بقى الطحينه. البسك انا الطحينه. البسها لك انت كمان. ما تكلمش والدة صاحبي كده. ينفع يا مستر؟ عيب. ينفع نسيبه يعملوا معايا كده؟ اتفضل احكي له بقى. مين دول؟ دول زباين المكان يا باشا. زباين المكان يجوا ياكلوا اكلي؟ ينفع الكلام ده؟ دول زباين المكان. انا بدوق ويمد ايده على امي يقول لها امي امي ماسكه الطحينه ما مؤاخذه بتعملها كده. فيها حاجه؟ فيها حاجه. زباين المكان يا باشا. اتفضل. انا مين زيهم؟ تصدق بالله انت راجل قايل لي الذوق. انا اللي قايل لي الذوق. اه مش مضروبه. يلا اقول لك حاجه. احنا بنهزر معاك.
انا هزر معاك والله. الاكل ده هينزل لك مكانه وزياده وزياده. ممكن ادوه مجاني من المكان بس مش عايزين حد يزعل. ما تزعلش. هزر مع مين انت؟ مين خفيه؟ ما هو كمان خفيه. فين كمان خفيه؟ بص كمان خفيه. امريكا. في كمان خفيه انت بتبص فين؟ فين؟ كمان. تمام؟ اضحك يا لا اضحك يا لا. عايزك تزعل؟ كمان ايه؟ تمام؟ انا مش عارف بقى في كاميرات تانية هتلاقيها موجودة كده متشافة كل حتة. يعني ينفع كده؟ والله يا باشا بقول لك اكلك هينزل بزيادة. قول بسم الله يا ابو بسم الله. بسم الله كل. تعال بقى معانا. دي ممثلة معانا سميرة. تعال بقى كل معانا. لا لا يا عم ما تزعلش بقى، مش عايزينك تزعل. موافق اللحظة دي تزعل ولا في مشكلة؟ زيادة. زيادة؟ لا انت لازم تقول انت بتضحك مش هينفع كده. خلاص. كده اقول لك اخشع. خلاص زيادة. تمام زيادة مش مشكلة؟ زيادة. باي باي للكاميرا بقى. انا شكله زعلان كل سنه وانت طيب. انا ماشي انا ماشي يا عم. انت اكلك ينزل مكانه زياده. انا ماشي كل سنه وانت طيب. اكلك ينزل مكانه زياده يا غالي.